سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب العرش العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا قريب يا مجيب يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وعبادتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح شباب المسلمين يا عزيز يا غفار. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم، شهر الصيام والفطور وشهر الكريم يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا كريم، اللهم تقبل دعاء يا عزيز يا غفار. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.